بسم الله الرحمن الرحيم. بنلاقي المهمات الكهربية على الجهود المتوسطة والعالية والفائقة موجودة على النيم بليت بتاعتها عدد 4 أو 5 قيم مختلفة للجهود. على سبيل المثال قدامنا نيم بليت لكباستور بان 11 كيلو فولت، موجودة عليها 4 قيم للجهود 11 و12 28 75. نتكلم على الجهود ونتكلم على مستوى العزل الأساسي أو البيزك انسوليشن ليفل طبق الستاندر الاي سي اللي قدامنا. نتكلم على عزل انسوليشن، يبقى اكيد انا ما بكلمش على مهمات الا فيها عزل. وايرز ما فيش فيها عزل، الباسبارز ما فيش فيها عزل، لكن الكيبلز فيها عزل، ترانسفورمرز والسي تي وكل المهمات اللي فيها انسوليشن طبقا للموضوع بتاعنا. اول بند الجهد المقنن او ريتد فولتج، ده الجهد اللي متسلط على المهمه طوال ال 24 ساعه اللي انا المفروض بحافظ عليه. على سبيل المثال ال 11 كيلو فولت، هل الجهد دوت ثابت طبقا لظروف الشبكه؟ ممكن يقل وممكن يزيد، وبالتالي الجا الى موضوع اقصى جهد او الماكسيمم فولتج البند الثاني اللي المفروض انا بصنع المهمه على اساسه، ان وارد الجهد يوصل ل 12 11 ونص 11 و6. يبقى الجهد التصميمي هو بصمم على اقصى جهد او الماكسيمم فولتج 12 كيلو فولت في حاله ال 11 كيلو فولت. نتكلم على اول بند الجهد المقنن، ده الكيلو فولت روت من سكوير على مدار ال 24 ساعه، على سبيل المثال 66 او 500 كيلو فولت. لو جينا على اقصى جهد، ده برضو المفروض ان المعده مصممه تشتغل 24 ساعه طبقا للجهد دوت، وده الجهد اللي دايما مكتوب على النيم بليت، برضو الكيلو فولت روت من سكوير. لو جينا في حاله 66 هلاقي 72 ونص، في حاله ال 500 550 كيلو فولت. بند الثالث وجهد التحمل بتردد القدره، باور فريكوانسي وذ ستاند فولتج، برضه هنا القيمه بتاعته بتبقى بالروت مين سكوير لمده 1 دقيقة 50 هرتز. لو جينا مثلا في حاله 66 يبقى الباور فريكوانسي وذ ستاند فولتج 140، ال 500 680، وده الجهود اللي انا اقدر اسلطها على المهمه الكهربائيه بتاعتي لمده 1 دقيقة على التردد بتاع ال 50 هرتز دون حدوث اي انهيارات للمعده الكهربيه. البند الرابع جهد التحمل الدفعي، امبلس وذ ستاند فولتج، دوت هنا بقى مختلف عنهم اللي باقي كله بالروت من سكوير، اللي ده بالماكسيمم او بالبيك ولمده مايكرو سكند. ده بينقسم الى نوعين، اول نوع جهد التحمل الدفعي للفصل والتوصيل سويتشنج امبلس وذ ستاند فولتج، هنا القيمه بيك الزمن بتاعه 250 على 2500 مايكرو سكند. لو جينا شفنا القيم دوت في الجهود ديت هنلاقي في حاله 66 ما فيش سويتشنج امبلس طبقا للستاندر اللي معانا، في حاله 500 سويتشنج امبلس 1175 كيلو فولت. النوع الثاني في الامبلس وذ ستاند فولتج جهد التحمل الدفعي للصواعق لايتنينج امبلس وذ ستاند فولتج، برضه القيمه بيك هنا الزمن مختلف 1.2 على 50 مايكرو سكند. لو هنا شفنا القيم بتاعت اللايتنينج دوت في حاله 66 وحاله 500 بنلاقي في حاله 66 325 كيلو فولت، وفي حاله 500 1550 كيلو فولت. ايه موضوع الزمن دوت 250 على 2500؟ ادي مثال 1.2 على 50 مايكرو سكند، ادي الموجه بتاعتي اللايتنينج. بنبص هنا ان الواحد اتنين ديت هي من القيمة من الزيرو لعند 90% من البيك، والقيمة 50 مايكرو سكند من بداية من البداية برضو من الستارت لعند النزول لنص الموجة 50%، معناها ان الموجة تصل الى قيمتها العظمى في زمن 1.2 مايكرو سكند وتصل لنصف الموجة في زمن 50 مايكرو سكند. ادي جمعنا لكل الجهود اللي عندنا، الجهد المقنن واقصى جهد، جهد التحمل، جهد التحمل الدفعي، جهد التحمل الدفعي هنا لموجه الصواعق وهنا للفصل والتوصيل لل 11 وال 22 33 66 132 220 و500. كان في الستاندر قبل كده ان الباور فريكوانسي وذ ستاند فولتج في حاله ال 11 28، في الستاندر الحالي 35 كيلو فولت اللي هو لمده 1 دقيقه، هنا بالمايكرو سكند وهنا بالمايكرو سكند. شكرا.